السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد حبشي، تاجر وخبير الأحجار الكريمة وتاجر الألماس الخام في سيراليون. يقول ريتشارد تامبر في قواعد الثراء: اتبع حدسك. وفي الحقيقة هذه قاعدة مهمة جدا، لكن إذا أردنا أن نتبع الحدس، والحدس ممكن أعطيكم تعريف يعني مختصر له، هو إحساس واتصال مباشر بين الحقيقة والعقل بدون وجود وسائط. يعني تحس بهذا الشيء بحقيقة، مثلا الأم تحس أن هناك خطر يتهدد ابنها، لكن بدون أن يكون عندها أي دليل على ذلك، فقط إحساس داخلي قوي. فهو يقول مثلا: فهناك أوقات معينة تشعر فيها أنه شيئا ما ليس على ما يرام، تعلم فيها بدرجة شبه يقين أن شيئا ما ليس صحيح إلى غير ذلك. فهو ينصح باتباع الحدس. ونقول أن هذه القاعدة قد تكون صحيحة أحيانا، لكن إنسان خصوصا رجل الأعمال أو سيدة الأعمال يجب عليه أن يكون ذا ثقة في نفسه. إذا اتخذت قرار فإنني أنفذه، ولا تظهر لمن حولك الضعف. وأحيانا قد تخطئ في بعض القرارات فيحاول أن يستغلها من حولك لكي يجبرك على الخضوع. يعني يقول لك: أنت لم تستمع إلي، هذه النتيجة. في المرة المقبلة ينصح بك أن تستمع إلى ما أقول لك. أنت على كل حال يجب أن تستمع لمن حولك وتأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء وتخرج بقرار شخصي لك. وحينما تخرج بذلك القرار الشخصي تستخير الله وتتوكل على الله وتنفذه. إذا حدث مكروه لا قدر الله تقول: قدر الله ما شاء فعل، وأن ذلك من القدر. ولو كان اجتمع الأرض كلهم ليمنعوا عنك ذلك الأمر، فهو لم يحدث لأنك لم تتبع نصيحة شخص ما، ولأن الله قدر ذلك. إذا هذا باختصار شديد ما يخص هذه القاعدة. لا تنسوا تضغط على لايك وسبسكرايب، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم.